بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل التوفيق لمارد الاخضر كوني انا اشجع وحداتي، بس تعرف ان تكون مباراه لها جوها وان شاء الله خضراء وجمهور المارد كبير والنادي الفيصل عندي كبير يعني بضل، وكل مباراه زي ما قلت لك لها جوها، بس ان شاء الله خضراء ان شاء الله خضراء وان شاء الله كل الدعم للمارد وان شاء الله نفلل المكان المخصص لنا من الجمهور وان شاء الله خضراء ان شاء الله. طبعا مباراه الوحدات والفيصل طبعا من مباريات اللي مهمه في الدوري، وطبعا احنا مع اللعب النظيف واللعب الشريف اللي كلنا نتوقع، وان شاء الله نتوقع فوز يعني اللعب الوحدات ان شاء الله ب1-0. والله كلاسيكو عظيم، واعتقد انه راح يكون للفيصلي بحكم التاريخ. انا مع الفيصلي قلبا وقالبا لاني مشجعينه، لكن الوحدات مسيطره على الوضع الحين، الوضع المشهد الكروي في 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 في, في الاردن، وأداءه ممتاز جدا من حيث تنظيم الفريق واستقرارها في 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 سلم الترتيب، لكن ان شاء الله الفيصلي باذن الله تعالى 1-0. بتوقع اكيد الوحدات 3-1. والله توقعات الوحدات تكتسح اقل شيء 5-0، لانه الفيصلي عنسى الموسم هذا يعني. والله طره يونايتد بيفوز على الفيصلي، يعني اذا في طره يونايتد بيجوا من الدرجه الخامسه بيفوز على الفيصلي. كيف الوحدات متصدر القائم متصدر الدوري اكيد يكتسح. هسه اكيد انا لانه وحدات راح احكي انه الوحدات راح تفوز، بس انا من ناحيه عنصريه اكيد مش عنصري، بس انا بتوقع اكيد 100% انه الوحدات راح تفوز بنتيجه مش انه عاليه، بس بالنتيجه انه راح تكون يا اما 1-0 يا اما 2-1. النتيجه اتوقع الوحدات راح يفوز، اتوقع 2-0 للفيصل. الوحدات اكيد راح يفوز 4-5، هاي توقعاتي. اول شيء يعطيك العافيه، ثاني شيء يعني الوحدات انه اليوم مباراه وان شاء الله راح نفوز فيها، وبحكي للفيصل استنونا. يعطيك العافيه. اصلا جمهور المدرجات حاليا مش زي اول، يعني عمال بتطور للأسوأ مش للأفضل، ما في ضبط للجماهير، وعملية يعني إنه الحقن بين الجماهير وخصوصا على السوشيال ميديا، يعني إذا بتدخل على أي بيج لأي واحد من الفريقين بتلاقي إنه خلص كمية الحقد، يعني إنه تسييس للرياضة والنواحي هاي بالضبط، هي عملية إنه تحويل الجماهير من رياضية لسياسية وقضايا وطنية وشغلات زي هيك، فإنه الموضوع كثير سيء. يعني صديقي من الناس اللي محافظ على مباريات من المدرجات، يعني هو مشجعين ملتزمين، بس برضه بنفس الوقت هو جدا مستاء، وانا من الشخصيات اللي مش كثير مهتم في الرياضه الاردنيه، وبحياتي ما حضرت مباراه في المدرجات، وصدقا يعني ما بفكر انه مش متشجع. بالضبط، انه يعني كل ما بتشوف مباراه الا يعني اصابات، كميه هائله من الاعراض والشتائم وهي، فالموضوع مش مشجع بالمره، يعني رياضتنا منحدره للأسوأ دائما. اكيد ان شاء الله 2-0 للوحدات، لأنه الجاهزية الفنية عندهم أحسن وإن شاء الله خير. أي مباراة إثارة، هذا فريق الوحدات فريق قوي جدا وفريق لا يستهان به، وبرضو الفيصلي كمان فريق قوي جدا وماخذ بطولات وممثل آسيويات وماخذ بطولة عربية، يعني قوي جدا إن شاء الله، والله يوفق الجميع. يعني فن ذوق اللعب ومهارة عالية، إن شاء الله يكون الفريقين بالمستوى المطلوب، وكرة أردنية على مستوى عالي، ويعطيكم العافية. أول شيء بالتوفيق للفريقين، ولكن حسب يعني الوضع الفني للفريقين وحسب السنوات الأخيرة أتوقع الوحدات يعني نتيجة كبيرة. هلا التمنيات بتمنى للوحدات، ولكن توقعاتي برضه نتيجة تكون كبيرة لمصلحة الوحدات، أنه الفيصلي يعني عطف على آخر مستويات وآخر مباريات له، ما فيش منافسة بينه وبين الوحدات تقريبا. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، هي مباراة راح تكون 90 دقيقة، وإن شاء الله الجمهور ما يطلع عن 90 دقيقة، نضل بالرياضة ونبعد عن السياسة بشكل عام، وإن شاء الله بتوقع فوز الوحدات 2-1. هسا بما إنه الجمهور راح يكون 25% من الملعب لجمهور الوحدات، بتوقع إنه يكون منضبط أكثر من جمهور الفيصلي، وبتمنى من جمهور الفيصلي إنه ما يبعد عن الرياضة، بكرر، لأنه جمهور الوحدات راح يكون أقل، والحمد لله إنه حكى الأمير علي عنا إنه الجمهور المثالي بعيد، وبكرر إن شاء الله الفوز وحداتي. نتمنى فوز المارد وتطلع مباراة حبية بين الطرفين وبدون مشاكل، وبنحكي لكابتن عدنان حمد إنه ركز بالهجوم ويهتم بماهر رجعه بخط ال18 ونسيبنا من تورس
ونتمنى التوفيق لنادي الوحدات ان شاء الله. اتمنى كل التوفيق للمارد الاخضر وان شاء الله 3-0. بتوقع ان شاء الله فوز الوحدات اقوى على الصفاق. السبب لان الوحدات اقوى، هو الزعيم، هو المارد. شو بدك اكثر من هيك سبب؟ ان شاء الله بنتمنى من المدرب عدنان حمد انه يضبط لنا امور النادي وبنكسب في هاي المباراه اقل شيء 3-0 ان شاء الله. انا بقعاوي ان شاء الله بفوز الوحدات والفيصل بيرجع له دياله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ان شاء الله الصداره راح ترجع لاهلها لنادي الوحدات. بتوقع فوز نادي الوحدات 3-1 باذن الله، والمباراه 90 دقيقه وهي الملعب بيناتنا. ضم للأنباء قمر الحقيقة.